أهلا بكم من جديد. العاصمة الكينية نيروبي شهدت مواجهات ما بين الشرطة والمعارضة بعد إلقاء القبض على ميجونا ميجونا، وهو واحد من المحامين المشاركين في التنصيب الرئاسي الرمزي لزعيم المعارضة هناك رايلا أودينجا. أعلن ميجونا وهو حليف لأودينجا نفسه، أعلن نفسه زعيما لحركة المقاومة الوطنية التي قالت الحكومة هذا الأسبوع إنها جماعة خارجة عن القانون. وقد قطعت الحكومة البث في 3 محطات تلفزيونية بعدما بدأت في تغطية المراسم التي نظمتها المعارضة. وقد ظل البث مقطوعا برغم أمر محكمة إلغاء الإغلاق الذي تم بأمر حكومي. وتعتبر المعارضة الكينية أودينجا الرئيس الشرعي وترفض الاعتراف بالرئيس أوهورو كينياتا وهو الرئيس الحالي للبلاد، إذ تصف الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها كينياتا بأنها انتخابات غير حرة.